إخواني أخواتي متتبعي قناة هوار أبيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم في الحلقة العاشرة من برنامج طرقان بلادي. دائما الانطلاقة كتكون من وسط مدينة أكادير وبالضبط أمام مرجان. في هذه الحلقة هذه وإن شاء الله غادي نتوجهوا لواحد المطعم اللي هو جميل وأنيق ونظيف، مطعم بمدينة أكادير، مطعم عائلي وفيه أجواء عائلية، هو اللي غادي نكتشفوا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. احنا الآن في الرومبا الثانية ديال مدينة أكادير، الرومبا الثانية في طريقنا على اليمين دائما السلام، حي السلام، على اليسار فونتي. احنا غنمشيو نيشان الرومبا القمرة. احنا الان كنكونوا قد وصلنا الى الرومبا ديال القمرة. دائما رومبا القمرة متلقين فيها خمسة طرقوان، يعني جوج طرقوان في امامنا وطريق على اليسار اتجاه شاطئ مدينة اكادير. احنا فعلا درنا على الجهة اليمنى اتجاه سوق الحد، يعني نتوجهوا في طريق اللي غادي لسوق الحد، يعني درنا على اليمين ديالنا وكنمشيو نيشان اتجاه سوق الحد. كما قلنا هذا المطعم هذا مطعم عائلي وفيه يعني جميع انواع المأكولات، مأكولات نظيفة جدا ومأكولات صحية، شي شي حاجة اللي هي ديال، وما نسوش يعني بأثمان مناسبة، يعني ثمن مناسب 100%، ماشي بحال بعض بلايص يعني كيطلعوا في الثمن وهذا، هنا ما فيش نفس الثمن كما كتاكل في المدينة ديالك كتاكل في مدينة أكادير. في هاد الأثناء هادي كنكونو شادين طريق اتجاه سوق الحد. إذن دابا من الرومبا للرومبا. كما كنشاهدو على يسارنا أسوار سوق الحد. يعني هذا هو السور ديال سوق الحد. هادو هما البيبان ديالو اللي على يسارنا. احنا غنمشيو مع هاد الصور تنكملوه، غادي نلقاو الرومبا قدامنا وغندورو على اليسار، يعني ما ندوروش لا على اليمين وما نمشيوش نيشان. حنا الا درنا على اليمين كنمشيو شارع السلام، مشينا نيشان كنمشيو ليراك. حنا غندورو على يدينا اليسرى، ندورو على الجهه اليسرى باش نشدو شارع جوج مارس. هذا سميتو شارع جوج مارس، وهاد الشارع هذا كنمشيو معاه نيشان تلقاو واحد الشارع اخر قاطعنا قدامنا وكندورو مع اليسار. يعني كاينين رومبات اخرين قدامنا ولكن ما غاديش ندورو عليهم، نخلو الرومبات ونمشيو نيشان تقطعني واحد الطريق قدامي فيها رومبا كبيره كندورو على اليسار. ان شاء الله قربنا عليه، قربنا نوصلوها. وما بين سوق الحد وهاد البلاصه اللي غادي نمشيو اللي هي شوية النهضة اللي كاينة في حي النهضة، يعني ما كاينش مسافة كتيرة، هي شي حاجة قليلة ماشي بزاف. حنا بينا نبين المشاهد اللي دائما حنا كاينين في شارع جوج مارس اتجاه شوية النهضة. لانه واحد العدد ديال الناس تيجوا لأكادير وما تلقاوش يعني الراحة ديالهم في البلاصة فين كياكلوا، والأغلبية تاع الناس تيتسائلوا على البلاصة اللي هي عائلية وملائمة للجميع، لا بالنسبة لي ماديا ولا معنويا. ما كنشاهدو حنا وصلنا
اخر رومبا في الشارع جوج مارس هي اللي قدامنا دابا. حنا غندورو على الجهه اليسرى كما قلنا، راه كاين واحد الطريق جا قاطعنا قدامنا، الطريق جايه من النهضه، من حي النهضه، وقاطعنا قدامنا. حنا غندخلو مع الرومبا وندورو على الجهه اليسرى باش نمشيو للبلاصه المعلومه. الآن كنظروا على الجهة اليسرى، ومن هنا غادي نبداو نحسبوا في الرومبات باش المشاهد الكريم نقربوا ليه البلاصة باش يخالطها بسهولة وتكون شي مشقة. كما كنشاهدوا هذه اللي قدامنا نحسبوها الرومبا الأولى في هذا الشارع اللي غادي لنهضر، يعني الرومبا الأولى هي هذه. نزيد مازال القدام، كاين بعض المعلومات بحال ستاسيونات، بحال بزاف ديال الحوايج. الانسان يتبع الفيديو، راه يتبع الفيديو تلحق البلاصه هذه، يعني تيوصل شويه النهضه. هذه الرومبا الثانيه، الرومبا الثانيه، وبين الرومبا ورومبا ما كاينش مسافه كثيره، كاين هي شي شويه، شي حاجه قليله ماشي بزاف وما بعيدش بزاف. كما قلنا اللي بغى يرتاح مع العائله ديالو ويجيب له الوليدات ديالو، يعني بلاصه محترمه 100%. وامامنا الان الرومبا الثالثه، هذه الرومبا الثالثه، يعني الاولى الثانيه الثالثه، والرومبا الرابعة غادي ندورو الجهة اليمنى. غادي اللي قدامنا غتكون الرومبا الرابعة، يعني غادي نجو ندورو مباشرة شوية نهضة. إذن هذه هي الرومبا الرابعة اللي كنوصلو دابا، غندورو على الجهة اليمنى. إلا مشينا نيشان كنمشيو للمستشفى الحسن الثاني، هذا الطريق اللي طالعة من تيكيوين. حنا غندورو على الجهة اليسرى اليمنى، عفوا ندورو على الجهة اليمنى. وبعد عاد أمطار وكنلقاو شوية النهضة، وكما كتشاهدو جينا الصباح بكري شوية، ومن طبيعة الحال غادي نلقاو المقهى ماغاديش نلقاو فيها الناس، لأنه فضلنا أنه نجو بكري باش ما نلقاوش الناس ما على حساب التصوير، وبغيناش نصوروهم حيت كيعمر تما بزاف، وبزاف ديال الأجنبيين تيكونوا فيه، والناس ديال العائلات، ناس أجنبيين وعائلات تيجو هنا وتياخدو ماكلتهم وتيقعدو في التيراس هذا، والدخول الداخل كاين الداخل تما، يعني مقهى ملائمة للجميع. إذن هذه هي مقهى أو شوية النهضة، حنا دابا في الأبواب ديالها كما كتشاهدوا. كما كنشاهدوا هذا هو التراس ديال شويه النهضه، هنا فين كيجلسوا العائلات، تراس طويل وكبير ومنه الهواء والهدوء، يعني ما كانش داك الديرونجمان ولا شي حاجه اللي بغات ديرونجيك ولا، يعني فضاء عائلي 100%. احنا جينا الصباح بكري على حسب ما نلقاوش هنا عمر بالناس، كما قلنا على حسب التصوير، ما تنبغوش نصوروا الناس وهما تياكلوا، وهنا يعني
يعني حتى الماكلة مازال ما وجدش ماكلة يعني كشي اللي كيديروا بحال الشوا بحال جميع الانواع ديال المأكولات ومشروبات. جينا بكري ما غاديش ما فعلا ما لقيناش الماكلة موجودة كاملة، ولكن غنكتفوا بهذا الشوية هذا. احنا الهدف ديالنا هو الانسان هو يزور هذه البلاصة هذه ويكتشفها ويشوفها مع العائلة ديالو. اما بالنسبة للماكلة راه غادي يكتشفوا الراس ودومان ديال الحاجة اللي بغاها راه كاينة، اي حاجة تطلبها راه كاينة هنا. ماشي كاين، حنا غادي نصوروا داكشي اللي كاين، وداكشي اللي مازال ما وجدش راه الى المشاهد الكريم غادي يجي ويكتشف كلشي بعينيه. كما كنلاحظوا هنا مراحل للنساء ومراحل للرجال، فين توصلي الديك وكلشي كاين هنا، بغيتي توضا وكلشي، المهم كلشي المسائل ناضية وموجودة ونظيفة. هذا هو السر يعني النظافة. اذا نكتفي بتصوير هاد المأكولات اللي هي جاهزة، لان احنا كما قلنا جينا الصباح بكري يعني الماكلة مازال ما موجوداش. احنا نكتفوا بهذا القدر هذا، رايت ما يجي الزائر يجي لهاد المقهى هادي هاد الشواية هادي ويزورها ويكتشف فيها الأثمنة المناسبة ويكتشف حتى الذوق ديال الماكلة. يعني راه ماكلة تبارك الله، راه ما شاء الله صافي، راه شي حاجة يا سلام. لأن حتى الخدامة باقي ما جاوش، يعني العمال ديال هاد اللي كيشتغلوا في هاد الشوايه هادي باقي ما جاوش لأن التوقيت ديالهم مازال ما وصلش. الله كيجيو شي وحدين اللي كيبداو العمل. هنا ايضا كما كنشاهدوا الطاجين، يعني الطاجين فيه كاين اللي كيبغي الفروج البلدي راه كاين، اللي كيبغي المعزي كاين، الغلمي كلشي كاين، يعني جميع انواع المأكولات كاين هنا. لا بالنسبه للطاجين ولا بالنسبه للشواء ولا بالنسبه للدجاج ولا بالنسبه لكلشي المشروبات، يعني كلشي موجود. كنتمنى المشاهد الكريم يزور هاد الشوايه هادي مع العائله ديالو. اذا في هاد الاثناء هادي كنكتفيو بهاد القدره هذا ديال هاد الفيديو، الى الحلقه المقبله ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، وما تنساوش تابونا ونقرع زر الجرس ليصلكم الجديد في كل حين. هو ربي زائما مع الجديد. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.